قرار برمجة الدخول المدرسي يوم 21 من الشهر المقبل هو قرار في محله، سيسمح لكل التنظيمات وكذلك لكل العمليات التحضيرية للدخول بأن تكون في مستوى ما ينتظره الأولياء من هذا الدخول المدرسي. تعلمون أنه منذ 3 سنوات ونحن في التنظيم الاستثنائي للتمدرس، وتعلمون كذلك السلبيات التي أفرزها هذا التنظيم ليس في الجزائر فقط لكن في كل دول العالم، وهذا ما أفرز يعني فرضته الجائحة على كل الأنظمة التربوية في العالم. اليوم ورأيتم بالأمس مخرجات مجلس الوزراء بحيث لابد من التنسيق وكذلك من الاستشارة. سيكون هناك كذلك اجتماع تحت يعني ينظمه السيد الوزير الأول، يحضره وزير التربية الوطنية وكذلك وزير الصحة لتدارس هذا الموضوع وكذلك استشارة. واليوم نحن نستشير أولياء التلاميذ ونستأنس برأيهم في هذا الموضوع. نحن رانا نتشاوروا إذا كانت الأمور تسمح باش نعود إلى الدراسة العادية، إن شاء الله هذا يخرج بقرارات مع اللجنة المختصة هذه، إن شاء الله تكون فيها. أكيد باللي لابد نرجعوا إلى التعليم العادي، ولكن كما سبق وقال سيد الوزير هذا كل يعود اللجنة المعنية الصحية. إحنا نعطيو رأينا نقولوا، لأن اليوم أنا في اجتماع مع وزير التربية وعطينا رأينا وتكلمنا في كل ما يخص الدخول المدرسي.